بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. زي ما وعدتكم ان انا اصور موزع كهربي، فيديو وصور. زي ما حضرتك شايفين دي خلايا الموزع بتاعتي. الخلية تقريبا بيكون عرضها حوالي متر، تمام؟ تقريبا الدبس بتاعها تقريبا حوالي 2 متر تقريبا، والارتفاع تقريبا حوالي 2 متر 30، تمام. دي كده خلايا خروج، خلايا خروج، كل دي خلايا خروج. خلايا الدخول بتكون في النص زي ما حضراتكم شايفين كده، وبقى فيه باس كابلر وباس رايزر. ادي باس كابلر، ادي باس رايزر، وده باس كابلر، وده بعد كده الاتنين الدخول اللي في النص التانيين. بعد كده دول ايه؟ الخروج. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، انا عندي الموزع ده 16 خليه، عباره عن 4 دخول وخليه باس كابلر وخليه باس رايزر، وعندي 10 اوت جوينج، 5 على اليمين و5 على الشمال، تمام. ده كده الموزع باختصار. ده الشاحن بتاع البطاريات. البطاريات دي فايدتها ان هي بتغذي اجهزه القياس، وليها وظائف تانية هنتكلم عليها بالتفصيل. فده الشاحن بتاعها او الباتري تشارجر بتاعها. خلينا ننزل كده نشوف ازاي الكابلات متوصله على الخلايا. زي ما حضراتكم شايفين كده، في سلايف او سليفز او مواسير جايه من بره، تقريبا قطرها بيبقى 6 بوصة. ده مواسير يو بي في سي بتخش على الترنش. ده الترنش اللي تحت الموزع، وهنا الكابلات بتخش عن طريق وصل الترمينيشن على الايه، الخلايا بتاعت الموزع، سواء كان الدخول او خروج. شايفين بقى الكابل ده يا شباب؟ الكابل ده رايح في غرفة تانية. هقول لكم الغرفة التانية دي بتاعت ايه، تمام. الكابل ده رايح لغرفة بتاعت الموزع الاكزولري او الموزع، سوري، المحول المساعد. هقول لكم ايه وظيفة المحول المساعد. دي لوحة الباور، دي اللي بتغذي الهيتر والتشارجر بتاعي، تمام. هنعرف ايه وظيفتهم بالتفصيل. دي لوحة الإنارة بتاعت المبنى. زي ما حضراتكم شايفين كده، مفتاح عمومي وقاطع فرعية. القاطع الفرعية دي رايحة للسوكتس أو البرايز والسخان اللي في دورة المياه اللي هنا، وفي مخارج الإنارة بتاعت الموزع، المبنى كله، والمراوح. عندنا في مراوح سقف، في مراوح سقف طبقا لشروطات شركة الكهرباء، في مراوح سقف وفي شفاطات. الشفاطات دي في الغالب بتشتغل عن طريق سيرموستات، بتشتغل عن طريق سيرموستات، تمام. هنخش دلوقتي على، نقفل بس اللوحة. دي غرفة البطاريات. ده كده البطاريات بتاعة الموزع اللي هي بتتشحن عن طريق الباتري تشارجر. ودي لوحة الدي سي، يعني الخارج بتاع البطاريات دي بيروح على الدي سي، تمام. وهنتكلم على الدي سي ده هتعمل ايه او ايه وظيفتها بالتفصيل ان شاء الله في البوست. فاكرين بقى الترنش اللي انا صورته كده وقلت لكم هقول لكم رايح فين؟ الترنش ده جايب الكابل اللي رايح على محول الاوكزولري ترانسفورمر. الاوكزولري ترانسفورمر برضه هنتكلم على وظيفته وليه هو رايح بكابل كده لوحده ليه هو، تمام. طبعا عشان المحول ده يشتغل بيتربط عن طريق رينج مان يونت. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا عندي رينج مان يونت هنا، 2 انكامينج 1 اوت جوينج، اهم 3 خلايا تقريبا، ابعادهم زي ابعاد الموزع، ان كان الموزع اطول شويه
ده كابل الميديم اللي داخل على المحول عن طريق الرينج من يونت. الخارج بتاع المحول اللو فولتج ده اللي هي خارج على الكيبل تري اللي حضراتكم شايفينه ده، ومغذي اللوحه العموميه بتاعه المبنى او الام دي بي بتاعه غرفه او مبنى الموزع. تمام. طبعا المحول هو النوع بتاع المحول ده دراي تايب. تمام. وادي الريلز بتاعته عشان العجل. خلينا كده نشوف هنا ده النيم بليت بتاع المحول. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده ان هو جهد 22 فولت ميديم وإير ناتشرال إير فورسد ده طريقة التبريد. وعندك القدرة بتاعته زي ما حضراتكم شايفين كده 140 كيلو فولت أمبير. محاول صغير لأن هو فايدته بس يا شباب إن هو بيغذي اللوحة بتاعة المبنى دي بس، الإنارة يعني، الإنارة والتشارجر والبطاريات دي بس، مش أكتر من كده، ما بيغذيش أي أحمال تانية. تمام. استنونا بقى في الكبسولة هنتكلم بالتفصيل عن كل عنصر من العناصر اللي احنا شفناها مع بعض. شكرا.